دراجين هذوك الموقع والحالة، دراجين هذوك الموقع والحالة. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى عضاد، قائد أمن إقليمي، رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية بيوغرا. تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، السيد ولي أمن أكادير، السيد رئيس المنطقة الأمنية، وبأمر من السيد عامل الإقليم باعتباره المسؤول الأول عن الأمن في هذا الإقليم، على مستوى المنطقة الأمنية تم اتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات الأمنية المواكبة للاحتفالات رأس السنة الجديدة 2022. حتى وإن كان البلاغ الحكومي يمنع هذه الاحتفالات، لكن الإجراءات الأمنية ضرورية من أجل أن تمر من أجل أن يمر هذا اليوم في أحسن الظروف. على مستوى المنطقة الأمنية تم اتخاذ مجموعة من الترتيبات الأمنية متعلقة في تنصيب مجموعة من السدود الإدارية على طريق أيتبها في اتجاه تافراوت، وعلى مستوى طريق المطار في اتجاه أكادير واتجاه مدينة تارودانت، كذلك السد الإداري على مستوى شارع محمد السادس في اتجاه تيزنيت طريق الصحراء المغربية. هاد المداخل ديال المدينة، بالإضافة إلى السد القضائي في الطريق الرابطة بين عملة إنسكان وكذلك عملة أكادير في اتجاه مدينة بيوغرا. إذن هاد السدود القضائية هدفها هو التأكد من هوية الأشخاص الوافدين على المدينة وكذلك المغادرين لها في اتجاهات مختلفة، أملا في الوصول إلى أشخاص مبحوث عليهم من طرف العدالة والذين لهم خلاف مع القانون. كما تشاهدون هذه المنطقة الأمنية قامت بتسخير جميع الإمكانات البشرية ديالها والإمكانات اللوجستيكية. تم تسخير 4 سيارات من الحجم الكبير من أجل تأمين المدينة ككل، كذلك فرقة الدراجين حاضرة بكل عناصرها هذه الفترة المسائية، الأمن والنظام العام بهذه المدينة من جهة، وكذلك السهر على تطبيق قانون حالة الطوارئ كما جاء في البلاغ الحكومي الأخير الذي يمنع التنقل الليلي من الساعة 11:30 ليلا إلى حدود الساعة 6 صباحا. وبالمناسبة تم القيام بجولات رفقة مسؤولي الداخلية، سيد قائد المقاطعة الأولى والسيد قائد المقاطعة الثانية. تم القيام بجولات بكل ربوع المدينة وفي جميع الأحياء ديال المدينة من أجل القيام بعمليات تحسيسية، الهدف منها هو المواطن بنوع من الأمن والطمأنينة والسكينة التي يضمنها لهم القانون. بالمناسبة أيضا أن هذه الإجراءات الأمنية اللي كتبان لكم الآن في مدينة بيوغرا، هناك مصالح أمنية أخرى تشارك فيها كالشرطة القضائية، كذلك الدائرة الأمنية، وكذلك هذه المصالح الأمنية كلها تشارك في هذا العمل النظامي الكبير. حتى وإن كان المنع يطال الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة سنة 2022، لكن الإجراءات الأمنية تتخذ كأن الاحتفالات حاضرة وموجودة. في الأخير أتمنى لكم سنة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يعم الرخاء في هذه المملكة السعيدة، وأن ينعم كل المواطنين بالأمن والأمان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. السلام عليكم ورحمة الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.